خلونا نبدا في صباح الخير يا مصر بابرز الاخبار اللي حصلت امبارح. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بقصر الاتحاديه الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهوريه الصومال الفيدراليه لبحث تعزيز اطر التعاون الثنائي وتطورات الاوضاع الاقليميه. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمر صحفي اسبوعي عقب اجتماع الحكومه بمقرها بالعاصمه الاداريه الجديده، وده لاطلاع الشعب المصري وجموع الاعلاميين والصحفيين على جميع المستجدات اللي بتشغل الراي العام. خلينا دلوقتي نروح نشوف مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بقصر الاتحادية الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال والحرص المشترك على تدعمها على مختلف الأصعدة والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي الأخير لمصر في يناير الماضي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. وشهد الرئيسان عقب المباحثات مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين، كما عقدا مؤتمر صحفي مشترك. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد رئيس الوزراء في مستهل حديثه حرصه على استمرار عقد هذا المؤتمر بصفة أسبوعية لإطلاع الشعب المصري وجموع الإعلاميين والصحفيين على جميع المستجدات التي تشغل الرأي العام. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهاً فورياً لمجلس الوزراء فيما يخص دورة الألعاب الأولمبية بضرورة التعرف على أوجه القصور لتلافيها في المرات القادمة ولكي تحصل مصر على نتائج أفضل مما تحقق بالفعل، لافتاً في هذا السياق إلى أن هناك توجيه للسيد وزير الشباب والرياضة بإعداد تقرير شامل في هذا الشأن، وهناك عدة هيئات رقابية تشارك أيضاً في هذا الأمر على رأسها هيئة الرقابة الإدارية من أجل الكشف عن أي جوانب قصور من أي مسؤول لمحاسبته، معتبراً أن هذه رسالة طمأنة للمصريين. كمان امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولويتها بالشراكة القوية مع القطاع الخاص شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيماناً من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى عبد القادر محمد نور وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً وده بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة لدولتي مصر والصومال. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى بالفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات. كما ترأس رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونظيره السعودي الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة العسكرية المصرية السعودية التي تناولت أنشطة ومجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية في مختلف المجالات العسكرية بين الجانبين.